ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسلنا فراس لطفي. فراس، اشتباك نادر قلما نراه خلال السنوات الماضية، ما الذي حدث يعني بالنسبة لهذه القوة الإسرائيلية وعن مقتل الجنديين؟ نعم ماجد، حقيقة ما جرى تم وصفه في الإعلام العبري ومن أيضا مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأنه حدث غير اعتيادي استثنائي وخطير جدا. هذه المنطقة عادة ما تجري فيها عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، لكن التأكيد من وسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن ما جرى هو حدث أمني بحت، والتطور اللافت هو أنه حتى الآن مستمر منذ تقريبا ساعتين، والحدث مستمر في الحدود على الحدود المصرية الإسرائيلية. حاليا حسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن عملية اشتباك عنيفة تجري بين مسلحين داخل الأراضي المصرية والجيش الإسرائيلي، الذي يقوم أيضا سلاح الجو الإسرائيلي بقصف أهداف، وعلى ما يبدو هو القصف لملاحقة من نفذوا عملية الكمين التي يقال بأن قتل فيها جنديان وأصيب عدد آخر بعد أن تعرضت دورية عسكرية إسرائيلية لعملية إطلاق نار عند معبر نيسان إلى الجنوب من رفح المصرية، تقريبا 40 كيلومتر عن رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة. هذا الحدث حتى الآن كما ذكرنا هو مستمر، وهذه الدورية تتبع للفرقة 80 العاملة في هذا المعبر الذي كان بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر معبرا للمسافرين بين إسرائيل ومصر، سرعان ما تحول بسبب يعني العدد القليل الذي يسافر منه إلى معبر لنقل البضائع. هذا حدث استثنائي غير اعتيادي خطير، هكذا وصف في الإعلام الإسرائيلي. هناك تعتيم عسكري كبير من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على تفاصيل هذا الحادث، لكن الأكيد في الأمر ماجد هو أن الحادث مستمر. حتى الآن هناك عملية اشتباك تجري على طرفي الحدود، يقال بأن هناك استهداف للطيران الحربي الإسرائيلي، وسمع ذوي انفجارات من قبل سكان هناك أفادوا لوسائل إعلام إسرائيلية بأن قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع الشيخ زويد والعريش، ويبدو بحسب مراقبين إسرائيليين بأن هذه تستهدف من نفذوا العملية أثناء عودتهم إلى الأراضي المصرية. هناك تكهنات كثيرة بدأت تتحدث فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول من قام بهذا العمل، من قام بهذه العملية، وإذا ما تحدثنا عن أن حماس ربما تقف خلف هذه العملية وهم يستبعدون ذلك، فإن حربا أكيدة ستندلع في قطاع غزة، ولكن الترجيح الأكبر أن جماعات مسلحة ربما تتبع لي مجموعات متشددة تنشط في سيناء هي من قامت بهذا الفعل. بكل الأحوال حتى الآن الأمور غير واضحة والحدث مستمر، وطالما الحدث مستمر فإن الرقابة العسكرية الإسرائيلية ستبقى مفروضة بالتعتيم على هذه العملية. كان معنا عبر الهاتف من القدس مراسلنا فراس لطفي، شكرا جزيلا لك فراس.